السلام عليكم، معكم صديقي إيهاب عادل. عشان اليوم هنسجل نموذج من نماذج الصف الرابع، هو هيكون شبيه للنموذج هيجي إن شاء الله في نهاية الترم الثاني، ولكن أعتقد هيكون الامتحان عبارة عن 15 سؤال. النموذج اللي معانا فيه 10 فقط، ولكن هو شبيه باللي هيجي، هيكون عبارة عن الجزء الأول في صور، هنسمع ونختار الصورة المناسبة. نضرب مع بعض. معانا الطالبة سماء شريف، هتجاوب على الأسئلة. The correct answer. There is one example. طبعا يكون في الأول مثال Example. بنسمعه. Which animal can Hesse see? Hesse, what can you see? I can see a rabbit. I can hear the birds sing, but I can see a cat. تمام. السؤال الأولاني، Now, which animal can listen Hesse see؟ هي again. شافت a cat. Which animal can Hesse see? ما الحيوان اللي قدرت Hesse, تشوفه؟ what can you see? I can see a rabbit. I can hear the birds sing, but I can see a cat. تمام. هو السؤال الأولاني شوية في لخبطة، يعني هو كمثال طبعا وانتم مش هتحلوه، ولكن هي قالت في البداية I can see a rabbit، وبعدين قالت I can hear a bird I think، وبعدين قالت I can see a cat. إذا كان المفروض ان يكون إجابتين، ولكن أخذوا الإجابة الثالثة. المهم عندنا ان احنا نجاوب على السؤال المطلوب مننا اللي هو نمبر 1. هنشوف دلوقتي الصوت بتاعه. 1. نمبر 1، Which animal are they talking about? Which animal are they talking about؟ ايه الحيوان اللي هم بيتكلموا عنه؟ طبعا هركز لانه احيانا هيلخبطني، هيكون الكلام فيه شويه بيزود في الكلام وبيلف دور عشان يوصل للاجابه بتاعته. هنركز كويس جدا وما نسرعش. زي ما نشوف دلوقتي هيكون فيه، هيحاول ان هو يلخبط. This animal has stripes on its body. And This animal has stripes in its body، يعني على جسمه في stripes. طب احنا عندنا حيوانين فيهم stripes، ايه هم يا سما؟ ايه الحيوانات اللي عليها stripes، اللي عليها خطوط مخططة زي ما باين قدامي؟ lion and zebra. تايجر وزيبرا. عندنا حيوانين فيهم خطوط، فما استعجلش واختار على طول ان ده في سترايبس ده، لا انا استنى شويه واسمع النهايه. And a short neck, but it doesn't have hooves. طيب عنده شورت نيك، طبعا هنستبعد الجراف خلاص لان ما عندهاش شورت نيك، وهيكون تركيزنا على الحيوانين دول. It has short neck but it doesn't have hooves. طبعا خدنا في الوحده الثامنه كلمه hooves يعني حوافر، إذا الإجابة هتكون بتاعتنا إيه؟ هو بيقول الحيوان ما عندوش حوافر، يبقى الإجابة إيه؟ تايجر. هيكون تايجر. هنسمعها تاني ونتأكد من الإجابة. Yes, it has claws. Now, listen again. One, which animal are they talking about? This animal has stripes on its body and a short neck. But it doesn't have hoofs. Yes, it has claws. Two. Okay. What has Fatima done? الأول لازم أفهم السؤال، what has Fatima done؟ يعني ماذا فعلت فاطمة؟ هركز وأشوف. Fatima, have you ever climbed a mountain? No, I haven't. Have you ever ridden on a camel? No, but I've ridden on a horse. طيب مبدئيا كده يا سما فهمت السؤال؟ يعني ممكن اختار ايه؟ سي سي مظبوط.
ليسي هي سألتها الأول. Now listen again. 2. What has Fatima done? ماذا فعلت فاطمة؟ Fatima, have you ever climbed a mountain? يعني هل سبق لك أن تسلقتي جبل؟ No, I haven't. قالت لا. Have you ever ridden on a camel? هل سبق لك أن ركبت على جمل؟ No, but I've ridden on a horse. قالت لا، ولكن هي ركبت على حصان. يبقى الإجابة زي ما قلنا، نسمع للنهاية وما نستعجلش عشان ممكن يلخبطنا. الإجابة هي فعلا سي. 3. What is Khalid doing on Saturday? طيب السؤال التالي، What is Khalid doing on Saturday؟ هركز على الأيام، هركز على السؤال نفسه. What is Khalid doing؟ ماذا يفعل خالد on Saturday؟ يعني ماذا يفعل يوم السبت؟ ما استعجلش واسمع للنهاية، ممكن يلخبطني. Khalid, what are you doing at the weekend? I'm visiting my grandfather on Friday. طيب الويك اند اللي هو المفروض كان زمان، اللي هو قبل ما يتغير التواريخ يعني وتغير الاجازات، الويك اند كان يوم الجمعه، فهو بيقول ان هو بيزور جده يوم الجمعه. On Saturday I'm not doing karate. برضه ما استعجلش، هنا قال on Saturday I am not doing karate. That day I'm reading books. That day I'm reading books. يبقى الاجابه ايه يا سما؟ مظبوط. اسمعها تاني وتأكد. Now listen again. 3. What is Khalid doing on Saturday? Khalid, what are you doing at the weekend? I'm visiting my grandfather on Friday. On Saturday, I'm not doing karate. That day, I'm reading books. Okay, سؤال بعد. 4. نقرأ السؤال الأول. Which one is Sheikha talking about? يعني أي واحد من الصور معانا بتتكلم عنه شيخ؟ نسمع ونركز. Which one is Sheikha talking about? Sheikha, where is your plate? My plate is between the spoon and the knife. The knife is next to the napkin. Penny? Now listen again. 4. Which one is Sheikha talking about? Sheikha, where is your plate? My plate is between the spoon and the knife. Okay, Sam. هي دلوقتي قالت ايه؟ ترجم لنا اللي هي قالته. And my plate is. ان هي الطبق بتاع. ايوه. Between. بين المعلقه والسكينه. وسكينه، شاطره جدا. Between يعني بين. وبين المعلقه والسكينه. طيب نكمل. The knife is next to the napkin. وسكينة. سكينة فين؟ بجانب الفوطة أو المنديل اللي هو بنستخدمه على السفرة. مظبوط، برافو عليك. يبقى الإجابة هي بي. نقرأ السؤال اللي بعده. What is Ibrahim doing to stay healthy؟ إبراهيم بيعمل إيه عشان يبقى بصحة جيدة؟ Five. What is Ibrahim doing to stay healthy? Ibrahim, what are you doing to stay healthy? I exercise. Well, I eat healthy food, but my mum says I need to sleep more. Now listen again. 5. What is Ibrahim doing
to stay healthy. Ibrahim, what are you doing to stay healthy? I exercise. Well, I eat healthy food, but my mom says I need to sleep more. Okay. This is the end of part one. طيب هنا عندي قال ان هو بيعمل do exercise و eat healthy food but his mom want him to stay to sleep well, يعني امه عايزاه ينام اكثر. طبعا برضه السؤال ده فيه لخبطه شويه ان امه محتاجاه ينام اكثر. يعني انا شايف ان كل الاشياء صحيه, ولكن الاكثر دايما نختار ايه الشيء الثاني من الاجابه. يعني لو عندي اثنين قريبين, مثلا عندي do exercise ومثلا eat healthy food, هاخد ايه؟ healthy food. طبعا هستبعد دي لان امه اللي قالت له مش هو اللي بيعمل. What is Ibrahim doing؟ يعني هو بيعمل ايه بالفعل؟ do exercise وفي نفس الوقت eat healthy food. نروح ل part 2. الاول هنقرا الاسئله كويس قبل ما نسمع الاستماع. يلا اقرا كده الاسئله. What does Amna see in the sky? A bird, a kite, an album. An airplane, أو طيار. Number six. طبعا السؤال ده محلول, ده مجرد مثال. بتشوف طبعا في السماء, بتشوف طيارة ورق. Number six. Which word this describes the dinosaur carnivore gigantic, يعني عملاق, وهيربيفور. طبعا هنسمع الاول الكلمه الخاصه بالديناصور, هل هو كارنيفور ولا جيجانتك ولا هيربيفور. هنسمعها ونحدد على اساسها, هل هو اكل لحوم, هل هو عملاق, هل هو بياكل اعشاب. هنعرف بعدين. نمبر 6. Who is sitting between Alia and Moni? Alia and Moni. Fatma, Bushra, Wala Bushra, Wala Dima. Number 8. Who has a small playground in their school? Amma, Ghalia, Wala Rosa. Yeah. Number 9. What does Ali like about his school? بيحب ايه على مدرسته؟ Classroom. Classroom. Class. Library. المكتبة. ولا playground ولا الملعب. آخر سؤال. Which would the Shama Shama thing is delicious? اوكي, اي طعام شما تعتقد ان هو لذيذ؟ برجر, تشيكن, سويت كورن. تحب برجر او تشيكن او سويت كورن. طيب نشوف او نسمع الصوت. Grade 4 Listening Part 2 Listen and circle the correct answer. There is one example. Example. What does Amna see in the sky? I don't see an airplane. I can see a kite. The bird is on the grass. Now, listen again. What does Amna see in the sky? I don't see an airplane. I can see a kite. The bird is on the grass. Okay, ده السؤال اللي هو السامبل
أو السؤال محلول. Six. شوف بقى الأسئلة المطلوبة مننا. Which word best describes the dinosaur? This dinosaur was small. It ate other dinosaurs. It didn't like to eat plants. Okay. فهمتي يا سما المطلوب؟ أيضاً. الإجابة إيه؟ Carnivore. Carnivore. طبعاً هنا اتقال، نسمع مرة تانية عشان نتأكد. Now listen again. Six. Which word best describes the dinosaur? This dinosaur was small. أول شيء قالت this dinosaur was small. إذا هنستبعد كلمة gigantic عشان هو عملاق، وطبعا هو مش عملاق، هو small. يبقى أول واحدة غلط اللي هي gigantic. بعدين it ate other dinosaurs. It ate other dinosaurs يعني كان بياكل الديناصورات التانية. يبقى هو من أكلات اللحوم، وأكلات اللحوم يعني carnivore. It didn't like to eat plants. It didn't like to eat plants. مش بيحب يأكل نباتات. يبقى هو مش herbivore. يبقى الإجابة الأكيدة هي carnivore. السؤال التالي هو is sitting between عليا and منى. السؤال ده هيكون شوية محتاج تركيز شديد عشان هنحدد موقع منى فين وعليا فين وهكذا. يبقى عايزين حد يكون between منى وعليا. فركز كويس جدا يا سامي. Seven. Who is sitting next to Muna? Fatima. طبعا السؤال هنا قال next to Muna. بس مكتوب between عليا and Muna. مش هتفرق. next to Muna يعني مقصود بها كمان ان هي ما بينها، يعني هي جلسة ما بين جنب Muna، وفي نفس الوقت ايه بينها وبين، او الجلسة دي بينها وبين عليا ومنى. ما بين عليا ومنى. Is sitting opposite Muna. Plants. Now listen again. Six. Which were other dinosaurs? Fatima is sitting opposite Muna. Okay. يبقى عندنا هنا فاطمة is sitting opposite Muna. يبقى هنا فاطمة في المقابل لمنى. نكمل. Bushra's sitting next to Muna. Bushra sitting next to Muna. Okay. Dima's sitting opposite Muna. Udima كمان opposite Muna. Now listen again. عرفت تحددي هي فين أو مين اللي جالس جنب منى يا سما؟ لو ما عرفتيش نسمع مرة ثانية. مستر هي فاطمة وبشرى قاعدين قصاد منى. لا خلينا نسمع مرة ثانية. Who is sitting next to Muna? Fatima is sitting opposite Muna. يبقى فاطمة Bushra's مقابلة sitting منى. Next to Muna. بشرى next Dima's sitting opposite Muna. وديما مش عارف ازاي الاثنين هيكونوا opposite، ممكن يكون برضه مقابل. يبقى الإجابة ايه؟ Who has a الإجابة هكون بشرى. Number eight. Small playground in their school. Who has a small playground in their school? مين اللي عنده ملعب صغير في مدرسة؟ Amna's playground is enormous. طيب هنا في بعض الكلمات الفوكابلري لازم نكون عارفينها كويس. كلمة enormous يعني كبير جدا. Galia's playground is massive. غالية البلاي جراوند ماسيف برضه يعني كبير جدا. Rosa's playground is tiny. روزا تايني، كلمة تايني معناها صغير جدا.
listen again. يبقى الإجابة هي إيه؟ نسمع تاني. رجع. صح، نسمعها تاني عشان نتأكد. 8. Who has a small playground in their school? Amna's playground is enormous. Galia's playground is massive. Rosa's playground is tiny. إذن هي روزا زي ما اتفقنا، عشان كلمة tiny معناها small. طيب يعني استنتج ايه او استنبط ايه من الاسئله اللي احنا وصلنا لها حتى الان؟ ان الفوكابلري بتاع الوحدات مهم جدا جدا. لو انا مش عارف يعني ايه كلمه between او next to اللي احنا خدناها في الوحده الثامنه، انا مش عارف احل. لو انا مش عارف يعني ايه كلمه small او tiny، مش عارف احل. فلازم نكون حافظين كل الكلمات بتاعت الوحدات. يبقى اهم شيء التركيز على المفردات او الكلمه. سؤال التالي. Nine. What does Ali like about his school? My classroom is huge. I like my library because it's quiet. The playground is noisy. Okay, دلوقتي هو اتكلم عن كل شيء في مدرسته، وقال ان هو بيحب، قال ان هو I like the library، بيحب المكتبة بتاعته because it's quiet، عشان هادي. نسمع تاني. Now listen again. 9. What does Ali like about his school? My classroom is huge. I like my library because it's quiet. The playground is noisy. تمام، هو حدد قال I like the library because it's quiet. حددها. شوفها سؤال. 10. Which food does Shama think it's delicious? Which food? يعني أي طعام بتعتقد شما إن هو كلمة delicious يعني لذيذ. طبعا لازم نركز على الفوكابلري، لازم يكون متدربين عليه كويس جدا. Does Shama think is delicious? The burger tastes great, but it's not healthy. The chicken and sweet corn are healthy foods. طيب هي قالت، نسمع تاني عشان نختار صح. Now listen again. 10. Which food does Shama think is delicious? The burger tastes great. طبعا كلمة taste يعني مذاقه، taste great مذاقه يعني شيء عظيم، أو طبعا هي كلمة مقابلة كلمة delicious. نكمل. But it's not healthy. ولكنه مش صحي. The chicken and sweet corn are healthy foods. chicken والسويت كورن يعني الدجاج والذرة الحلوة، طبعا هي أطعمة صحية. This is the ولكن طبعا بما انه جمع الاثنين دول مع بعض، السؤال هيكون محير شوية لبعض الطلاب. هو حب او شايف ان طعم البرجر ألذ او جريد زي ما هو قال. اذا هناخد إجابة اللي هي ايه يا سما؟ هناخد إجابة البرجر. هناخد البرجر لانه يعني وصفتها ان هي great، انها عظيمه، وطبعا هي كانها كلمه مقابله delicious. اذا الامتحان سهل جدا، محتاج فقط حفظ، محتاج حفظ المعاني. نعم يا سامي. لو هي ورد اثنين يعني اجابتين، هما الاثنين كانوا صح، ينفع احط واحده منهم؟ بناخد الاخيره يا سامي، زي ما حصل كده في سؤال من الاسئله، بناخد اخر شيء كلموا عنه. يعني كان في سؤال من الاسئله هنا عندي كان الاجابات قريبه، اللي هو السؤال رقم 5، لما قال هو do exercise و eat healthy food، كلاهما عشان يبقى to stay healthy you have to do some exercise and eat healthy food. فكانت الإجابتين صح، فاخترنا الإجابة إيه؟ التانية. بس غالبا إن شاء الله مش هيحصل كده في الامتحان. هو أساسا غلطة من الوضع، اللي وضع الامتحان إن هو لازم يحدد الإجابة أو الإجابة تكون واضحة.
طب السؤال الأخير هنا كان اتكلم عن، نعم هو التشيكن والسويت كورن هي أكلات صحية، ولكن هو شايف إن اللي طعمه أحسن أو اللي طعمه جريد زي ما هو قال البرجر، فاخترنا عشان كده البرجر. كمان جمع التشيكن مع السويت كورن مع بعض، إذن كأنه بيستبعدهم من الإجابة وبيحدد لي البرجر هي الإجابة الصحيحة. تمام؟ إن شاء الله الامتحان يكون أسهل من كده كمان، هو يكون مختلف عن نظام الامتحان ده، الامتحان ده قديم، يكون النموذج الثاني 15 سؤال على ما أعتقد، وأعتقد كمان ممكن يكون كلهم عبارة عن صور، ما فيش كلام. إن شاء الله لسه النموذج ما نزلش، ولكن ده نموذج تدريبي إزاي نجاوب الامتحان وإيه المطلوب مننا. أكد مرة تانية المطلوب إن إحنا نحفظ الكلمات كويس جدا، لو أنا مش فاهم كلمة من الكلمات اللي إحنا قلناها مش هنعرف نحل. يعني لو مش فاهم يعني إيه كلمة between أو next to أو opposite مش هفهم الجملة بتقول إيه. لو أنا مش فاهم أنواع الديناصورات اللي هو الكارنيفورد والهيربورد مش هعرف أحل. إذا المفردات هي أهم شيء في امتحان الاستماع. تجميع الكلمات كلها مهم جدا، وحفظها هو اللي هيساعد على حل الاختبار إن شاء الله. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا يا سما، شكرا لكم، أراكم في فيديو جديد، مع السلامة.